هاي، بالموسيقى الغربية بنعرف كلنا أنه البيانو من الآلات الرئيسية. اخترع الإيطالي بارتولوميو كريستوفوري سنة 1698. كلمة بيانو هي اختصار للكلمة الإيطالية بيانو فورتي، المؤلفة من كلمتين بيانو يلي بتعني بهدوء، وفورتي يلي بتعني بقوة بسبب قدرة الآلة على عزف النوتات بالطريقتين، ولا هيك يعتبر ملك الآلات الموسيقية. بيحتوي البيانو على 12,000 قطعة من بين 10,000 قطعة متحركة، وعلى عكس ما كتار بيفكروا يعتبر البيانو عادة من الآلات الإيقاعية لأنه الصوت بيطلع نتيجة احتكاك المطرقة بالوتر. مين قال إنه البيانو الجديد لازم يتدوزن 4 مرات أول سنة لأنه تغير الفصول والحرارة والرطوبة بيخلوه يصير مش متناغم؟ أنا قال، بشوفكم بكرة.